السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهارده هتكلم عن منتجات هيمالايا اللي انا جربتها. في حاجات العبوات بتاعتها مش موجوده عندي، فمش هقدر اتكلم عنها طالما العبوات مش موجوده. يعني هما ما كانوش كتير، لان منتجات هيمالايا بصراحه انا من الناس اللي مش بتحبها قوي، يعني اللي هو بالنسبه لي منتجات عاديه، يعني ما بحبهاش قوي، بس فعلا فيها حاجات كويسه، يعني هي بعض الحاجات كويسه مش كلها. فانا النهارده هتكلم عن الثلاث منتجات دولت، وفي كمان منتج كده اللي هو كريم الترطيب بتاعهم بتاع البشره ما حبيتهوش، وفي كمان كريم الشعر ما حبيتهوش برده خالص، حاسه ان هو بيعملش اي حاجه، فالاثنين بالنسبه لي ما كانوش كويسين. فدلوقتي هتكلم عن اول منتج في الثلاث منتجات دول. اول منتج هو للقدم، لترطيب القدم، ومفروض ان هو للتشققات بتاعه القدم، يعني الناس اللي عندها تشققات وكده. بالنسبه للمكونات بتاعته فهو بالحلبه والكركم، ريحته يعني شوية نفاذة. لو في حد فيكم ما بيحبش الروائح اللي هي النفاذة او الواضحة، فما اعتقدش ان هو هيحب الكريم ده. حجمه يعتبر كويس، ترطيبه حلو جدا جدا جدا، رائع يعني بجد بترطيب القدم. هو انا ما شفتوش في مصر، يعني كنت جايباه من برا من الخليج، من تاجر على الفيسبوك. فالكريم كويس مش وحش، لو لقيتوه هاتوه، اللي هما في الخليج وكده. لا هو كويس جدا. تاني منتج عايزه اتكلم عنه هو السكراب للبشره او صنفره للبشره. انت بتستخدميه الصنفره من مره لمرتين في الاسبوع علشان تشيلي كل الجلد الميت اللي بيكون على البشره، وبالتالي البشره تكون ناعمه ومترطبه، وكمان تستقبل اي منتج انت هتحطيه على بشرتك، سواء بقى علاجي او سواء انت بتستخدمي ترطيب بس او بتحطي ميك اب بس. فعلشان القشور اللي بتبقى في البشره دي بتخلي شكل البشره مش حلو، وبيبقى متراكم عليه كده، يعني هتلاقي بصي خطوط، وهتلاقي كده حاجات، يعني اكيد طبعا انتوا فاهمين قصدي، يعني هتحسي ان البشره مش نضره، وكمان هتعمل بصور بيضه وسوده وكده. فلازم اول باول تشيلي الجلد الميت ده. فافضل سكراب انا كنت جربته كان من ستيفز، يمكن كلمتكم عنه قبل كده، ده يعتبر البديل له، موجود هنا في مصر، ممتاز ممتاز بجد. جربته في وقت ما كانش عندي ستيفز، ما كنتش لاقياه، وفعلا كان بالنسبه لي ممتاز جدا، وانصح اي حد بيه. ده الحجم الصغير، في منه حجم اكبر من كده، بس بجد يعني لازم تجربوه، هو بالمشمش وكده ونواة القمح، فلازم تجربوه. سعره اعتقد سعره كان يعني زي ما انتم شايفين كده مكتوب عليه، الكلام ده من زمان قوي، كان ب25 جنيه، مش عارفة دلوقتي سعره كام، بس ما اعتقدش ان هو سعره زاد. المنتج اللي بعد كده هو الغسول، وده يمكن هيكون رأي مخالف بالنسبة لرأي ناس كتير جدا، بس طبعا يعني احنا مختلفين، ممكن حاجة تعجبني ما تعجبكيش والعكس، يعني او العكس، اكيد انتوا فاهمين قصدي. المنتج ده يمكن هو غسول ومشهور ومعروف قوي من هيمالايا، بس للأسف انا ما عجبنيش خالص، ما حسيتش ان هو بيعمل اي حاجة، بحس ان هو يعني ملوش اي لازمة، جل كده بيضايقني لما بغسل بيه بشرتي. فبصراحة انا بفضل الحاجات الطبية، ما بفضلش الغسولات التجارية زي ما قلتلكو، وده في مواد للأسف تجارية مش طبية خالص. فانا رأيي ان انتي لو عايزة تجربيه ممكن تجربيه، بس انا رأيي ان محدش يدفع فيه فلوس، وجيبه منتج طبي احسن يعالج المشكلة اللي عندكو. ده كده كان الفيديو بتاع النهاردة، ويعني تجربتي مع منتجات هيمالايا، ويا رب يكون الفيديو فاتكو بأي حاجة، واشوفك على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.